سبب القصف الزائر على مدينه حي القابون. حصار خانق، صواريخ من كل الجوانب، يعني هلا هي الصواريخ ما اثرت علينا الحمد لله، قاعدين تحت الارضيه واي محاط ما اثر علينا كله هذا، بس اللي اثر صار اقتتال داخلي بين بعضهم شويانه، من تحت يعني بلشت مؤازره شويانه خفت، صارت شوية هيك تخاذلات شويانه، الله يفرج علينا وعلى امة محمد. ما بعرف شو بيقول بس الله لا يوفق اللي خذلنا، الفصائل اللي تقاتلت مع بعضها مثل جيش الاسلام وفيلق الرحمن، وفيلق الرحمن وقت قتل الحركه، كل الفصائل عم تقتل مع بعضها والقابون عم تتصف بالبراميل الفيل والطيران وما في كافه انواع الاسلحه قصفنا. يعني نحن صمدنا ثلاث شهور بس نزل علينا 6000 صاروخ فيل و400 غاره طياره، مهاون وهي القصص لا تتحدث عنها.